انظر لك معاه. ادخل من دون اروح منها ديركت. هيا قول لهم بابا على جولة سياحية في غردايا، قول لهم مرحبا بكم. مرحبا بكم في غردايا. هذه المناطق مدينة الأصالة والعراقة والقصور السبعة، وهذا أحد معالمها. غاش يهضر بابا. شوف غردايا تناديكم لا تبخلوا على زيارتها. من هنا الجامعة، طريق الجامعة، ومن هنا الجبال الشاهقة، ومن هنا تغنى بها مجدي زكريا شاعر الثورة، ومن هنا العطف، مدينة العطف، مدينة العطف أو قصر العطف. من هنا فن الصياغة والديكور، قصر العطف طبعا، حيث أن العطف أحد القصور السبعة. ومنا أنا رايحين سيدي عباس. على اليمين بونورة. على اليمين توجد بونورة، وهذا واد ولا وش هو؟ هذاك أحد القصور، وقيل هذاك هو قصر العطف، حيث أنها تتميز بالتراث والبناء الخاص لديها، طابع معماري خاص. طابع معماري خاص. شكرا شكرا على الإضافة إيمان. وطريق الوطني رقم واحد أكيد، وتتميز بكثرة النخيل لأنها والدراجات النارية. والدراجات النارية طبعا، والشوارع الضيقة، شوارع الضيقة، ومحلات الأقمشة، بها الكثير من محلات الأقمشة، حيث أنها تصدر لباقي الولايات طبعا. شكرا للإضافة الجميلة. تكثر بها محلات بيع الشاي أو طاولات، أو كيفاش يقولونهم هذوك، كيوسكات، كيوسكات أو براكات، حيث تجد طاولة بها باراسول مظلة شمسية، وفيها رجل تارقي أو من تيميمون أو من أقصى جنوب الجزائر يبيع الشاي، الشاي الأخضر مع المكسرات، الكاوكاو، الفول السوداني. على اليسار مطاعم، وهنا البيك، مش عارف واش البيك، والشمس، الحرارة، نحن الآن في الحرارة، مطاعم. وهذا ما أكرهه، أكره هذه الكواميو، أخاف منها. مطعم النجوم، فوالا، نرانا في سيدي عباس، نحن في السيارة الآن، في سيارة صغيرة، نتمنى بمشاهداتكم أن تصبح كبيرة. أي خلاص، شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء، سنضيف بعض التفاصيل في الفيديوهات القادمة. اللي يدير حاجة تطلع هي الترند، أنا على ما نديرش. نرجع نرجع. زيد دور هنايا، زيد